سيدة روان، إلى أي مدى تتفقي يعني مع هذا الرأي الذي يقول بأنه هذا التشكيك الذي بدأ قبل حتى بدء الانتخابات الأمريكية أثر بشكل كبير على صورة الديمقراطية في أمريكا؟ وإذا ما ذهبنا إلى سيناريو القضاء وانتهى بأنه الرئيس ترامب لا يملك أدلة، فإلى أي مدى هذا سينعكس بشكل سلبي على الناخب الأمريكي؟ عزيزتي، دعينا نتذكر أن يعني التشكيك بالانتخابات لم يبدأ من ترامب، لقد بدأ مع انتخاب ترامب، وأذكرك براشا جيت، إيميلات هيلاري كلينتون، ثم بناء على هذه الادعاءات ذهب مجلس النواب إلى الامبيتشمنت، إلى نزع الشرعية عن الرئيس ترامب بادعاء أن هناك تدخل روسي في أثر في الأصوات ولعب في الأصوات، ونتحدث عن أوكسفورد أناليتيكا وكيف أنه تم التأثير عن طريق السوشيال ميديا والتلاعب بالأصوات، وأن روسيا وبوتين تآمروا لوضع رئيس ترامب في البيت الأبيض وبذلك خسرت هيلاري كلينتون. يعني نحن نلاحظ هذا التشكيك ونتابعه منذ أيام يعني وصوله إلى البيت الأبيض من 4 سنوات. هذا يعني أن التشكيك يعني بنزاهة أو النظام الانتخابي الأمريكي ليس جديدا، وهي حرب. لكن ما تداعيات ذلك على الناخب الأمريكي سيدة روان؟ هذا ما سنراه، التصويت عبر البريد، يعني هذا ما سنراه التصويت عبر البريد. هناك تقريبا الأرقام تتضارب، ولكن هناك من يقول أن 100 مليون صوت وصل عبر البريد. النظام الانتخابي والبريدي في الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع تحمل هذا الشيء، لذلك نحن الآن تأخرت 4-5 ولايات عن العد. هناك السؤال عن الظروف، أين الظروف التي يوجد بها هذه الأوراق؟ نعم هناك أدلة، لكن الأدلة الآن والقضية لا يمكن عرضها، ولا يعني الآن لا يمكن عرضها على الإعلام، ولكن يتحدث عنها المحامين، ليس شيئا من الفراغ، ليس هناك نظرية مؤامرة. هناك 100 مليون شخص انتخب عبر البريد. ما يريده رئيس ترامب وحملته أن يتم عد كل ورقة قانونية. ماذا يعني ذلك؟ أي أنها توافق المعايير. هناك قوانين في ولاية بنسلفانيا تقول إذا لم يكن هناك توقيع مطابق يجب أن يتم عدم عد هذه الورقة. قد تم عدها البارحة، سمح لمراقبين جمهوريين الدخول إلى صالات العد لأنه من قبل كانوا ممنوعين. هناك العديد من المخالفات التي تمت، إنها ليست من الفراغ. أعتقد أن المحكمة أو القضاء أو السلك القضائي سوف يأخذ مجرى، وبناء على القضية يتم الطعن أو يتم التوصل إلى حل.